السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة أرضي في موقع مميز بجوار الشارع العمومي ومساكن ضباط القوات المسلحة. موقع مميز جدا يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل للبيع عندي بسعر لوطة داخل القرية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. أول حاجة بتقابلني هنا عند ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عند تقسيم قطعتين ومنشأت طبعا، عندنا كمان كويس جدا تشطيب جبسون بورد وديكورات عندي سي ان سي. على شمال هنا موجودة عندي مطبخ أمريكاني، المطبخ عندي هنا من الداخل، وقصادنا هنا عندي أول غرفة نوم، في ريسبشن موجودة عندي هنا خلفيات ممتازة جدا من الثري دي. بندخل نبص مع بعض عندي على غرفة النوم التانية والحمام، وصلنا على طول موجودة عندي هنا الحمام، وجنب منه وشاطر موجودة عندنا هنا الغرفة التانية. ممتاز جميل جدا جدا ما شاء الله. بنطلع نبص مع بعض عندي على الفراندا، كبيرة عندي هنا ما شاء الله، متقفلة عندي حديد بالكامل. مساحة كبيرة وممتازة، فراندا عندي ما شاء الله مساحتها كبيرة، متقفلة عندي تقفيل فوق ممتاز. روت ريسبشن عندي هنا من زاوية تانية. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل، شقة أرضي في موقع مميز جدا بجوار شارع عمومي والخدمات العامة والسوق التجاري، تصلح للسكن الدائم والإقامة والمصرف طول العام. مسجلة في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والسكان والتعمير، وكاملة العدادات كهرباء ومياه زي ما احنا عارفين، بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية 90 متر، السعر 450,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض، السعر بالدولار 9,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.